أحييكم مشاهدينا مع الحل عنا عبر الـ MTV. وبالبداية مجلس المطارن الموارنة اللي اجتمع أو اللي بيجتمع كل أول أربعة من الشهر اجتمع اليوم برئاسة البطريرك الراعي، وطالبوا طبعا المطارن الموارنة لعدم الاستسلام للخوف والعمل على الوقاية الذاتية من موضوع الكورونا، ودعوا طبعا هناك دعوة لتبادل السلام بالقداديس من دون المصافحة بالأيدي، يمكن ممكن نعمل هيك، وإلى إعطاء المناوي المقدس باليد في هذه الفترة فقط. معلومة بمعلومتنا لليوم، بمعلومتنا لليوم ظهرت عوارض ارتفاع حرارة لدى أحد عناصر قوى الأمن الداخلي في نقطة الحراس في مصلحة تسجيل السيارات والآليات في النبطية، وعلى الفور اتخذ قرار بإقفال المصلحة فورا والتوقف عن استقبال المواطنين وإقفال الأبواب، كما تم اتخاذ إجراءات وقائية وحضرت فرق من بلدية النبطية وأجرت عملية تعقيم للمركز. وهون للمناسبة مشكورة بلدية النبطية اللي كمان عقمت مركز الصليب الأحمر، مركز الجيش، دور العبادة، ورح تستمر بتعقيم بعض المراكز في المدينة. كمان بحب أقول بمعلومتنا أنه وزير الاقتصاد والتجارة راؤول نعمي أحيل كتابين إلى وزارتي الصناعة والصحة العامة بإطار التنسيق والتعاون بين الوزارات، وذلك للإبلاغ عن 174 شركة مي غير مرخصة بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومراقبتها من الناحية الفنية ومن الناحية الصحية. حبيت أني ركز على هذا الموضوع صاير بموضوع المحروقات، يعني في بعد لهلا إنارة على الطرقات. هون نحن على يعني ببيروت شارع مر الياس، معي مباشرة على الخط الناشطة إيمان بوعلوان، يعطيك العافية. منحييك ست ريبيكا ومنحيي كل المشاهدين الكرام. يعني أكثر من شهر وعم بتابع موضوع الإنارة الشوارع أثناء النهار ببيروت، خصوصا بالحي اللي حضرتك ساكنة فيه، وبلغتي مباشرة، يعني بعتي شكوى على القصر الجمهوري، بلغتي مباشرة محافظ مدينة بيروت، وبلغتي الأستاذ وسام اللاد نائب الرئيس، يعني ما تركتي حدا ما عم بتابع، وبعد الإنارة موجودة بشوارع بيروت خصوصا بهالشارع يلي حضرتك بعتي لنا هلا صورة عنه بأول مر الياس بيوصل لالتقاء المدارس بعتقد. نعم، هيدا الحقيقة الشارع، تفضلي. هيدا الحقيقة ستريبكتا، الشارع بيمتد من مجلس العنتبلي من الشارع الرئيسي بمار الياس لآخر مدرسة المعمدانية، وهودي اللي شايفتهم بس من بيتي فوق العشر لمبات. نعم. وبينزل بالبيربانديكولير على باتجاه الكورنيش المزرعة هودي المضوية. نعم. حقيقة بعثنا لسعادة المحافظ على موبايله الخاص، وأنا دايما مثل ما بتعرفي أبدا مش هدفي الأشياء السلبية. قبل ما أحكيكي اتصلت بأحد أعضاء المجلس البلدي وحكيت أستاذ ليد إنه أنا رح أطلع بهالموضوع على الإعلام. نعم. هلا اللي فهمته انه مع الاسف ما في ملتزم كهرباء صيامي الان نتيجه الوضع، ويعني كمان هيدا الشيء كثير مؤسف، لانه غريب انه شارع يبقى مضوي 20 يوم لان ما في صيانه. انا بفتكر هيدا الشارع ما خص الصيانه فيه، بده بس بده ينطفي. وقديش بنعرف كلنا مصروف الفيول أكيد. اللي هو عم بيكلف ملايين، هيدا هدر كمان، هدر مال عام يعني. ومن فتره كان في حدا مسؤول عم بيقول من الام تي في، هي انا هلا موظف المسؤول يا بقيله يا اما بدربه. وبعدين مش بس هون، هيدا الشارع من بلكون بيتي بالعديد من شوارع بيروت بكاملها مضوايه، وبالعديد من لبنان كمان. بقى نحن بامس الحاجه لكل قرش بالوقت البلد عم يمرق بازمات ماليه وافلاس، ومنلاقي انه هالامر هيدا بالطرقات. وبعدين انعكاسه على المواطن، ان لما بتكون المواطن عم يدفع فاتورتين وهو ما بده يدخل المواطن بالتفاصيل وبيشوف هالاضاءه مضوايه، بقى اكيد شغلتها كثير مؤلمه. 100%. أنا بشكرك على كل حال، عم تلفت النظر مجددا، ونحن بنتمنى تتاخذ بعين الاعتبار ليس فقط في هذا الشارع إنما في كل شوارع يلي عم تكون مضواية بنهار، لأنه كلنا اليوم بدنا نتضافر ونتعاون حتى نعمل تقشف ونحاول قدر الإمكان نتساعد وطنيا تنمرق هالمرحلة الصعبة. أنا بشكرك الناشطة إيمان بو علوان، يعني دائما المواطن الصالح هو
كثير مهم لما بينسق مع الادارات وبيكون كمان هو حريص على البلد. شكرا لك. بدي انتقل الى زوق مكايل، بنايه ديب صغير بزوق مكايل، وبنايه ثانيه كمان للحقيقه بنايه بستروس، بيعانوا اهلها وسكان من استنشاق هواء ملوث ينبعث من جورة البناية ودخل العديد من أطفال الحي إلى المستشفيات. تقدم أهالي البناية بطلب بعريضة لبلدية زوق مكايل وحكيوا عن هالقصة هيدي مع رئيس البلدية الياس بعينه أكثر من 3 مرات، ولكن لهلأ ما في أي تجاوب. نحن اليوم يعني عم نفرجي هالجور هيدي، اتصلنا بمسؤول الأشغال ببلدية زوق مكايل أستاذ توني فواز، عم بيقول لي انه اشركوا هن صح 5 بنايات بنفس الشارع بالمجرور العام، ولكن وضع هالبنايتين بالذات اساسا مش مشروكين من الاساس على الخط الرئيسي، ولاشراكهم اليوم بدها مشروع ثاني بكلف حوالي 50,000 دولار. بهالمرحله هيدي بالذات عم بيحاولوا انه يساعدوا يعني سكان هالبنايتين تيمرقوا هالمرحله باقل ضرر ممكن، لانه في اولويات لدى البلديه اليوم تضع هي رش تعقيم موضوع الكورونا والى ما هنالك حسب ما قال لي. قلت له بس كمان انه قضيه سلامه الناس كمان هيدي بتدخل بالسلامه العامه والحرص عليها. قال لي معك حق، ولكن الاولويه اليوم هي لتعقيم كل الشوارع وكل منطقه زوق بموضوع الكورونا، وهن على تواصل مع سكان هالبنايتين بهذا الموضوع. هون هذا الشيء بخليني الفت نظر موضوع البلديات اللي كانت غنيه ولا كانت ما بحب اقول فقيره اذا ما عندها موارد كثيره، بهالفتره هيدي في تعثر عند البلديات حتى يقوموا بابسط الاشغال. يعني نحن واصلين على مرحله نحن كان نقول ما في الا البلديات عم تشتغل، اليوم صارت البلديات يعني بلتقى بكم رئيس بلديه بيقولوا لي معي شهر بس قادر ادفع الموظفين، بعدين ما بعرف شو بدي اعمل، بلديات بتقول لي 3 اشهر ما بنعرف شو بنعمل، يعني كانه موقفين كل شيء اسمه اشغال ونشاطات. اليوم الاولويه اكيد لموضوع الكورونا ولازم كلنا ناخذ حذرنا، ولكن كمان في امور ثانيه مطلوبه من البلديات كلها هلا نيم جمدي بسبب التعثر المالي في البلديات للاسف الشديد. من هيك قدر الامكان بدنا نتعاون مع البلديات حتى نمرق هالمرحله باكثر ضرر ممكن. كمان بمتابعتنا بهذا الموضوع بدي اذكر انه كل البلديات اليوم مطلوب منها انها تاخذ حذر او تكون عين ساهره اذا بتقول اداريا بكل منطقه بما يخص الكورونا والاصابات. لهلا بقول الحمد لله بعدنا يعني احسن من غيرنا بكثير، ولكن الوقايه خير من انطار علاج، ما لازم يكون تابو عند حدا، مفروض نتضامن كلنا حتى كمان نخفف الاصابات ونخفف كل ما يتعلق بهذا الفيروس يلي اليوم شاغل كل العالم وشاغل اللبنانيين. وبما انه عم بحكي عن هذا الموضوع بتفاجئ انه اليوم السبيرتو غلي 4 مرات حقه، بدي افهم ليه، لانه مطلوب اليوم، والهاند جل كمان غلي وما بعرف كم مره 3-4 مرات اضعاف سعره الحقيقي. ليه؟ لانه مطلوب. يعني وين هذا التضامن الوطني؟ يعني بدل ما يكون كلنا نتعاون ويتوفر بالسعر اللي مفروض يتوفر فيه، نحن استغلينا ظرف، مش نحن، التجار استغلوا ظرف وضربوا سعره 3-4 أضعاف لأنه عرفوا أنه في طلب إلزامي عليه. كنا طلبنا نحن وزارة الصحة يا أن تصادر الكمامات، يا أن تصادر هالمواد المعقمة، يا أن يكون في عين ساهرة عليها، لأنه بدنا نسهلها للناس. نحن ما بدنا نجي اليوم بين واحد ربطة خبز وبين معقم عم بفضل المعقم لأنه بخاف، بس نحن بدنا نأمن له الاثنين. ما بنقدر نضرب سعر السبيرتو وسعر هالامور يلي هي بتهمنا كلنا وين ما كنا موجودين، لانه عم نستغل الوضع، عم نستغل وجع الناس، ما نحن من الناس وكلنا معنيين وين ما كنا معنيين. هلا بمحافظه بيروت عرفت انه المحافظ شبيب من جمله الامور يلي عم بيتناولها باجتماعاته مع المصلحه الصحيه ببيروت، اتخذ بعض القرارات ومن المتوقع يصدر كمان بعد قرارات اليوم للإعلام تتعلق بموضوع الأراجيل ببيروت. نحن أكيد بانتظار كل جديد. فاصل ومنتابع.
منتابع الحلقة عبر الام تي في، اتصالاتكم على 04-444-444. باخذ اول اتصال لليوم. الو الو، اي تفضل. يعطيكم العافية، اهلا، ان شاء الله يكون الحل عندكم ان شاء الله. انا شخص لبناني من يلي عندي مشاكل قوية مع الام تي سي، خصوصا يلي مستأجرة مش واحدة، في كتير مثلي، ارض حاطين طور. نعم. لازم نقبض من 1/12 لليوم، ما قبضته من 1/12 بنروح على الشركة، نحن ما خصنا، بس عملوا العقد هني خصهم، بيقولوا لي تا يغيروا الوزارة، استقلت الوزارة، اجت وزير جديد، بنروح بنراجع عند الوزير، من قلنا 12 و1 و2 وهلأ 3، أجاريت ما عم نقبض، متراقب علينا ديون، عاملين بالمقابل تشيكات، التشيكات عم بيطالبونا فين الناس، والحديث هلأ بيقولوا لنا بدنا نعمل لجنة عمومية أو شيء من هالنوع تنصدركم المصاري. طيب نحن بس نروح تراجع، ولا مدير بالام تي سي بيستقبلك، توصلي لتحت بيقولوا لك مسيو بعد ما في حل، يا خي علي تشيكات علي مصاري 100%. مش بس الام تي سي، والالفا كمان، لانه عم يجيني اتصالات كمان نفس الشيء. على الالفا نحن بنحكي على الام تي سي، لانه انت ام تي سي. انا عندي ام تي سي، وعلى فكره في شيء كثير مهم. نعم. كان الاجار بمبلغ معين، جبرونا نروح نمضي وراء وننزل 25% و20% من الاجارات، وفقنا وقلنا لهم تكرم عينكم نعرف حال البلد، لحديت هلا شيلوا لنا من الاجارات، استوفى 12 و1 و2 وهلا 3، وبيقولوا لك شو بنعمل لك. طيب انا كيف بدي اسكر ديني التشيكات اذا الناس حبسوني؟ انا وين بروح؟ معك حق 100%، وخصوصا انه ما في حدا عنده خط ام تي سي ولا الفا، في حال ما دفع بيقطعوا له الخط. يعني انا قطعوا لي خط بيتي، يعني بكل بساطه لا هلا 09 هيداك ثابت. انا سالك ليه؟ لما دفعش 4 أشهر انقطع، رحت دفعت، ديانت ودفعت. طيب وين واصلين نحن؟ اذا اجار لنا من الدوله نعم ما بنقبضه. وخصوصا انا اللي حبيت اقول لك اياه انه ما في حدا عنده خط ان كان ام تي سي ولا الفا، اذا اي الخط اللي كان ما بتدفعه بينقطع الخط. يعني عرفت كيف؟ هلا انت بدك منهم مصاري وغيرك بده منهم مصاري، بدي اشوف اكيد. يعني صار عندنا وزاره جديد وصار في وزير اتصالات، وكلنا بنعرف شو صار موضوع الشركات وموضوع التجديد، وكلنا تابعناها سياسيا كمان كيف صارت القصه. خلينا نشتغلها مع الوزاره لنشوف شو هي الاسباب، شو العائق، اي متى الدفع، واكيد بعطيكم الجواب. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو. اهلا مدام، تفضلي. تتربيك حبيبتي. اي نعم. أنا ثالث مرة بحكيكي بخصوص تليفون بالمرج بالبقاع. ايه. وسجلت لكم الشكوى 4 مرات على تليفونكم، وتلفنت للأجير وعزحلي، صرت يمكن شو 20 مرة وما كانوا يصلحوا لنا التليفون. ولا رجعناكي يعني رجعتينا؟ لأنه نحن يعني نحن أنا المتفاجئت وكمان مثلك إنه ليش التأخير بصيانة الخط الثابت، ما عم بفهم ليش التأخير. ما بعرف، ولا عم يجوا ولا عم يقربوا ابدا، يعني بس نشوف اجير بقولوا يا لطيف، يعني الدايرة رواتبهم عالية، واذا طيب اذا رواتبكم عالية صحتين عقلكم، بس اعملوا هالخدمة للناس. يعني ما الله، يعني معك حق. مثل المقطوعين بس لا 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 معك حق مدام 100%. يعني ما بعرف ليش التأخير، مش بس بالمرج، وين ما كان اليوم الصيانة متدنية لدرجة مش طبيعية. ما بعرف ليه، ما بعرف. يعني اليوم صار عندنا شغلتين لازم نسألهم لوزارة الهاتف الاتصالات، انه اولا ليه التأخير بصيانة الهاتف الثابت. معك حق. باخذ اتصال كمان. الو. تفضلي. الو. تفضلي مدام، تفضلي. تعطي انا مدام خديجة، تعطيكي رقمي، رقم جوزي السيلولير. ايه. 03. نعم. 538 203. ايه هيدا شو هيدا الرقم؟ هي السيلولر تبع جوزي. انه ايه شو بو؟ مدام خديجه شو بو الرقم؟ نعم عم تحكي معه. مدام عم تعطيني الرقم انه ليش؟ شركة ار ام مدام إيه؟ دورين. اوكي مدام، هيك نحن انت على الهوا هلا، اني انا بعد ما عرفت انت شو بدك. عم تعطيني الو الو مدام ريبيكا؟ ايه نعم تفضلي. ايه بونجور. بونجور. أنا جوزي بيشتغل بشركة ار ام اسمه اسماعيل بوعروق. ايه. صار له 3 شهور، صار له 2 سنين بهالشركة، كحتوا وقلنا معهم 3 شهور ما دفعوا لنا اياهم. طيب هو لوحده صرفوه يا ما صرفوا كل العمال اللي معه؟ تركوا كل العمال. طيب عندهم نقابة؟ عندهم مدام
اشتكيتوا تابع يعني هن العمال مع بعضهم عندكم عندهم نقابة عندهم عملوا شكوى جماعية شو عملوا؟ دائما بيوعدهم انه بده يبيع البضاعة وبدفع لكم وبكره بدفع لكم وبعده لهلا بدي ادفع ايجار البيت عندي 100 مشكلة ما عم بقدر. طيب انا معك فيها بس انا اليوم اذا بدك تفوتي على محكمة العمل وتعمل محكمة بسنة وشهرين وثلاثة ما بتقبضي، حبيا اليوم في حدا من قبلهم عم بتابع مع مع صاحب المؤسسة؟ في حدا عم بتابع معه جديا؟ لا شغيلي ببعضها بتروح بتسأله. يا بدكم تحطوا محامي هو يتابع معه تيحصلكم حقوقكم؟ قالوا لنا روحوا على وزارة العمل حطوا محامي. ما معنى نحط محامي؟ ما هي هي كمان المحامي كمان بده أتعابه ومع وزارة العمل بتاخذ وقت كمان يعني. لكن هي الأفضل حتى إذا عندكم محامي إذا حبيا أو إذا بطريقة إذا بدك قانونية أكثر يكون في التزام يمكن أحسن. يا بدكم ما بعرف يا بدكم تحطوا إشارة على المعمل لازم ينعمل شيء للأسف يعني مش بس عندكم يعني اليوم وضع البلد كتير وضع مزعج لأنه كتار من المؤسسات أقفلت قصرا يعني ما بفتكر رب العمل مبسوط اليوم أنه يوقف شغله أو يصرف عماله هيدي صعب كتير عليهم خصوصا العمال يلي بيكون لهم سنين وبيصير نوع من الألفة بالمعمل ولكن أو الشركة أو المطعم أو أي مؤسسة للأسف نحن اليوم في عنا صار كتير من هالحالات ومفروض يتخذ قرار واحد هو أهم قرار أنه ترجع الأمور لطبيعتها المالية ويرجع ينتعش البلد اقتصاديا. صورة اليوم نشوفها سوا. بدول العالم صار في عادات جديدة بزمن فيروس الكورونا المساجد كيف بيسلموا على بعضهم بقى حبيت هيدي الصورة حتى هيك ننقل حالنا شوي للعالم لأنه هذا الفيروس ليس فقط في لبنان إنما بكل دول العالم اليوم عم بيعانوا منه فتعددت الأنواع ولكن المطلوب واحد هو الوقاية والمسؤولية الاجتماعية. أعطيكم موعد بكرة عبر الـ MTV الحل عنا إلى اللقاء.